يطلع الكرة متابعة من أفول على اللعب الحاج عيسى، بينما أمامنا الحارس وسيم نوارة، الحارس اللي يحمي عارين الترجي ركنية بركنية، تلعب كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة رأسية وفرصة للتقدم، استاف يعلن عن التقدم في النتيجة 1-0. يوسف غزالي يتابع الكرة ويسكنها داخل الشباك، وفاق استاف يعلن عن بداية نارية في ملعب رادس، التقدم للضيوف لفائدة وفاق استاف. يوسف غزالي كان في التوقيت المناسب يتابع الكرة ويسكنها داخل الشباك، وفاق استاف يستغل أول ركنية، ويوسف غزالي في الموعد ليعلن عن تقدم جزائري في توقيت مبكر. فرحة كبيرة من جانب جماهير وعشاق وفاق استاف بهدف التقدم. أمام الإعادة من جديد، ارتباك في الدفاع التونسي، والكرة تصل سهلة عند غزالي، هدية كانت من خليل شمام، وغزالي يقبل الهدية، هجوم للترجي سريع، إمكانية للتعديل، كرة تنزل مكان مهم ومن مكان خطير، خليل شمام والحارس الشمسي متابعة بالرأس، والكرة بصورة غريبة جدا تضيع على الترجي. اللاعب وليد الهشري لو تعمد إضاعة الفرصة لما استطاع وليد الهشري يضيع فرصة التعادل. شمام لعب كرة في الزاوية صعبة، ارتدت من القائم، وراسية الهشري لم تستقر داخل الشباك. ننتظر التنفيذ، كرة تلعب داخل منطقة جزاء، كرة خطيرة لكن العارضة تنوب عن الشوشي وتحرم البلدوزر مايكل رامو من هدف التعديل. في مرة أولى القائم تعاطف مع ستيف، وفي مرة ثانية العارضة وقفت أمام مايكل رامو. الترجي يهدد ملمى ستيف أمام الكرة المقصية خلفية من مايكل رامو. انذار معز امام اللي كان في مصيدة التسلل، تلقى الكرة الطويلة تعود للترجي من جديد، كل الكرات باتجاه مايكل ارامو اللي يشكل بنسبة كبيرة قوة فريق الترجي. والدراجلي دراجلي مايكل في التمرير، فرصة تضيع على الترجي، مطالبة من جانب الفريق التونسي بركلة جزاء، الحكم يأمر باستمرار اللعب. جملة تكتيكية رائعة، فريق الترجي تمكن من اختراق دفاع ستيف ارامو في تمريره على الطبق من ذهب لاريسون افور، لكن كانت فيه متابعه من جانب مدافع فريق ستيف. امام الاعاده، تدخل من جانب مدافع فريق ستيف هو عبد الرحمن حشود، خالد القربي في التنفيذ، يمر الكره اماميه الدراجي، سقوط داخل منطقه الجزاء، لكن بعد ركله قريبه لوجود العرقلة ركلة مرمى ستيف. أمام الإعادة من جديد، الراجل كان في حوار مع لموشية لوجود الموسم الأول له مع فريق ستيف، كرة أمامية والحكم يعلن عن خطأ، خطأ وإنذار، بطاقة صفراء في وجه مدافع فريق ستيف. هل هو الحيفاوي؟ لا، فاول بالفعل يتلقى الدار لاعب رقم 4. التشجيع مستمر من جانب جماهير فريق الترجي اللي تنتظر وفارق الصبر هدف التعديل. امام الكره اماميه، صعوبه كبيره في ابعاد الكره من مايكل ارامو في الكرات المشتركه، اي مدافع يجد صعوبه في الوقوف امام الجرافه النيجيريه، جرافة بلدوزر صعب تماما مراقبة هذا المهاجم. كرة مقابلة لمرمى الحارس فوزي الشوشي، دراجي في التنفيذ، دراجي هل ينجح في مغالطة الشوشي ومباغتة حالة صد وفاق ستيف من خلال هذه الكرة اللي يراهن عليها كل احباء الترجي في انتظار هذه الكره وفي انتظار هذه المحاوله. هل ستعلن عن عوده الفريق العاصمي؟
دراجة في التنفيذ آد شباب، دراجي أقرب، دراجي سجل، دراجي يقول كلمة التعادل، أصابة دراجي، إخالة فوز الشاشة بلمسة حاسمة، الدراجي يعلن عن عودة الترجي، 1-1، أصابة دراجي، صانع ألعاب الدراجي، يتمكن من توقيع هدف التعديل من كرة ثابتة كانت ماكرة في زاوية صعبة تجاوزت مهارة الشمسي وأعلنت عن فرحة فريق باب سويقة أمام كرة الدراجي آخر الطريق على الشباك، وأعلنت عن فرحة في ملعب رابس، 1-1، الترجي يعود في آخر لحظات هذا الشوط، الشوط الأول، والورقة الرابعة للترجي هي الكرات الثابتة. دراجي تقدم الكرة وباقتدار لعبها في الزاوية البعيدة وأعلن عن عودة الترجي، الترجي يعود في آخر لحظات هذا الشوط، الشوط الأول. إذن 1-1، هدف في كل شبكة، تقدم ستيف غزالي وعدل للترجي، الدراجي الدراجي يشعل مدرجات ملعب رادس، وفرحة كبيرة من جانب أنصار عشاق فريق الترجي. عين بن عمر للدراجي، دراجي داخل منطقة الجزاء، يوسف لمساكني الآن، لمساكني في انتظار مساندة، يوسف لمساكني، لمساكني مرر داخل منطقة الجزاء، كرة تصل للدراجي، دراجي ليافول، افول يمرر بن عمر، بن عمر يعكس كرة عرضية للحارس الشوشي، شوشي يبدع في إبعاد الكرة الخطيرة، هجوم سريع الترجي ينوع في الهجمات، كرة كانت باتجاه الظهير الأيمن، بن عمر يغير كرة عرضية لكن متابعة من جانب الحارس فوزي الشوشي، يتمكن من إبعاد الكرة لركلة ركنية. فاق ستيف أول مباراة لهذا الفريق على أرضية ميدان عشب طبيعي هذا الموسم، جميع المباريات اللي خاضها كانت على عشب صناعي ابتداء من اللقاء الأول أمام ترجي على أرضية ميدانه، وأيضا مرورا بلقاء أمام مازيمبي وديناموس. هجوم وانطلاقة لمصلحة فريق الترجي، مايكيل إنرامو، مايكيل إنرامو وحاول المرور، وهناك تدخل وضع خطأ يحتسب لفائدة الترجي، اندفاعات إيرامو لا تقاوم إطلاقا، حكم واثق تماما من قراراته، يحتسب خطأ من مكان خطير ومهم لفريق باب سويقة. أمام الإعادة تدخل كان من فاروق بلقيد، روسية اندفاعات مايكل إيرامو لا تقاوم إطلاقا، سميه كما شئت، جرافة، دبابة، بلدوزر، يتمتع هذا اللاعب بمزايا جسمانية تمكن دوما من التفوق على المدافعين. أمامنا فارق التكوين البدني واضح وضوح الشمس بين المدافع الجزائري ومايكل إيرامو، تلك هي تكوينة اللاعب الأفريقي. وليد الهيشي يمتاز بطول القامة، صاحب هدف في شباك مازيمبي، كرة ثابتة من مكان خطير، قد يستغل هذه الكرة، دراجي سدد، الكرة تصدى بالدفاع، تعود بمقصية رائعة من سيان بن يوسف، والكرة تنتهي لركلة مرمى. الضغط منذ البداية من جانب الترجي، وأول مبادرة تهديدية من جانب الفريق العاصي لصاحب الأرض والجمهور هو الترجي. الكرة كانت من سيان بن يوسف، مرت لركلة مرمى من كلا الجانبين. كرة تلعب داخل منطقة الجزاء، والثاني ياتي، الثاني، مجدي تراوي، مجدي تراوي العايد لتشكيلة الترجي، العودة قوية لمجدي، ومجدي بضربة راسية، إغارة دفاع وفاق ستيف، الترجي يتمكن من خطف هذا الثاني، هذه المرة من جانب مجدي تراوي، تراوي وقع الهدف الثاني، الترجي يعلن عن تقدمه في النتيجة بهدف ثاني وسط بعد كبيرة في الدفاع الجزائري، راسية تراوي، غلط شاوشي، راسية تراوي استقرت داخل الشباك، راسية
سانشيز والكرة تبعد تعود في انطلاقة سريعة دراجلي مايكل رامو ورامو في التسلل مايكل رامو في التسلل إشارة كانت من جانب الحكم على المساعد الأول يرفع راية لمايكل رامو تمكن من التسجيل لكن قبل التسجيل كانت فيه إشارة وسافرة والحكم بدر ينظر اللاعب مايكل رامو أحد أبرز اللاعبين رامو اللي يعرف جيدا الملاعب الجزائرية باعتباره لاعب على سبيل الإعارة مع نادي اتحاد العاصمة عارة نادي الترجي موسم الكرة 2004-2005 ثم بعد ذلك وعير نادي الشباب السعودي وبعدها عاد للترجي من جديد أصر على مغازلة الشباب لأنه غير مطالب في المقابل فريق سطيف اللي يسعى للعودة لكن في الوقت في نفس الوقت سطيف هناك فيه تخوف وحرص من جانب هذا الفريق مع أن الفريق الجزائري لا شيء يخسره في الدقائق الأخيرة ما يخسر 2-1 أو 3-1 يعني توديع السباق خسره حتى التعادل لا يخدم سطيف لكن لم نشاهد محاولات جادة تنظر على أن الفريق الجزائري قادر على العودة تسديده من بعيد رامو في الاستقبال وكرة ضعيفة من رامو سهل عند الحارس الشوشي يطالب زملائه بالتقدم للأمام شمام يتدخل وتعود تصل الدراجي التدخل في اللحظة الأخيرة واضح تماما التعب والإرهاق بدأ يظهر على الفريق الجزائري أمام كرة كانت من القربي استقبلها رامو حاول تسديد على الطائر ولكن كرة سهلة احتفالات وأجواء كرنفالية كما ذكرت جماهير الترجي ستحتفل بانتصار جديد لفريقها في دوري المجموعات إلى حد الآن الترجي متقدم لا نريد أن نسبق الأحداث لكن من خلال مجريات اللعب فريق سطيف يحاول سطيف يلعب من اجل هدف سطيف يتمكن من خطف هدف التعديل قلت واشرت دفاع الترجي هناك اكثر من علامه استفهام يوسف غزالي بفضل سرعته ينطلق يفلت من الرقابه يستقبل ويسدد وكرته بكل ترحاب يستقر داخل الشباك التونسيه هدفان لهدفين في مباراه توقعنا واعتقدنا بانها في طريقها لتنتهي للترجي لكن يوسف غزالي يقول لي لا سطيف يعود للمباراه ويوسف غزالي مره اخرى بالتخصص يسجل هدف ثاني في شباك الفريق التونسي التيك البدني والتدخلات شيء شاهدناه باستمرار في هذا اللقاء وجوه انطلاقه لفريق الترجي عند الدراجي انطلاقه سريعه وتسديده قويه والحارس ابراهيم الشوشي في اللحظه الاخيره يتصدى ويبعد كره خطيره مجد تراوني كاد ان يسجل ثنائيه شخصيه وثلاثيه للترجي شوشي بثبات مره اخرى هذه المره يقف امام كرة اللعب صابر خليفة مباراة في لحظاتها الأخيرة تصل لأعلى درجة من الإثارة هجمة هنا وأخرى هناك الترجي كاد أن يخطف هدف ثالث لكن الشوشي رد فعل ممتاز يقظة وانتباه متابعة وأبعاد والشوشي يرفض أن تهتز شباكة في اللحظات الأخيرة كم سيقدر بدرا كوقت بدل ضايع وشوف انطلاقة دراجي في المحاولة والشوشي ينقض على الكرة قبل وصول روجي شوشي يمر الكرة الطويلة وليد الهجري متابعة الكرة من جديد المستفيد الأكبر من هذا التعادل ليس سطيف ولا الترجي بل مازامبي الكونغولي مازامبي بهذا التعادل
يوكس ستيف، وهذا التعادل يجعل من فريق مازيمبي يطلق العنان من اجل انتزاع صداره هذه المجموعه. مازيمبي يوم الغد سيواجه فريق الديناموس، خطا لفائده فريق ستيف. كوره لستيف، ستيف هل سيسجل في اللحظات الاخيره؟ هل سيغتال الترجي بهدف ثالث؟ هل سيرشد كبو؟ هل سيعيد امانه؟ هل سيجدد الاحلام؟ اللحظات الاخيره الصعبه نلعب في الدقيقه الاولى، وفوزي متخوف. كره تلعب مقاوسه سهله على الدوره، تنتهي عند حارس الترجي. نلعب في الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضايع. التعادل يكفي للترجي من اجل ضمان التاهل، لكن لا يضمن التاهل للترجي صداره المجموعه. ثلاث دقائق وقت بدل ضايع. امامنا كره الدراجي، نحاول المرور، متابعه كانت من جانب الكايد. هذه محاوله من العياري، دراجي لهاريسون افول، افول والحارس الشوشي بقبض اليدين، والكره تعود للترجي. الترجي يحاول ان يبقي الكره في مناطق ستيف. ستيف الفريق اللي اكد بانه يمتلك روح كبيره. ستيف البدايه المتعثره هي وراء ربما اقصى هذا الفريق. خسارته الاولى بالذات امام الترجي في ملعب النار. ستيف اللي فرض التعادل 2-2 على مازيمبي، والان يفرض التعادل بنفس النتيجه على الترجي. كان هذا الفريق يستحق ان ينافس، لكن هذه كرة القدم. اخطاء البداية يدفع ثمنها فريق ستيف، والدراجي يكسب خطا في توقيت مهم في الثواني الاخيرة. قد تكون هذه الكرة الاخيرة في هذا اللقاء. امامنا الشوشي، الشوشي اللي تألق في الشوط الثاني، صحيح بان كرة الهدف الاول والثاني بامكان الشوشي ان يتصدى لهما، لكن الشوشي ابعد كرة كانت صعبة تماما. كرة كانت هدف، كرة هدف ابعدها الحارس الشوشي. الشوشي الكرات الصعبة موجود، والكرات السهلة شباكة تستقبل اي كرة. غريب جدا الحارس. خليل شمام في تنفيذ الخطأ. هذه الكرة قد تكون الأخيرة في هذا اللقاء. خليل شمام يد التنفيذ، خليل كرة مقاومة ومحاولة تضيع. سياف بن يوسف أضاع فرصة الفوز، لا وجود للتسلل. تفاجأ سياف لأنه مدافع. كرة سياف ضاعت، وبالتالي ضاعت فرصة الفوز على الترجي. الصورة النهائية في الديربي المغاربي بين الترجي التونسي ووفاق ستيف، التعادل الإيجابي، هدفان.